بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، برحب فيكم أبنائي وبناتي الطلبة في محاضرة ومساق التنظيم والإدارة في التربية الرياضية، المحاضرة السابعة. إحنا طبعا تجاوزنا مرحلة طويلة، عدينا تقريبا نصف الفصل الدراسي، وإحنا بنتكلم عن أهمية التنظيم وعن أهمية إدارة، سواء كانت إدارة عامة أو إدارة متخصصة في المجال الرياضي. إحنا اليوم إن شاء الله هنستكمل حديثنا اللي إحنا نهيناه في المحاضرة السابقة، اللي هو عن الاتصال بشكل عام. وطبعا إحنا تكلمنا عن عناصر الاتصال، وعرفنا إنهم 5 عناصر، وعرفنا مين هو المرسل، من هو المستقبل، ما هي الرسالة، ما هي قناة الاتصال، ما هي اللي هو التغذية الراجع، إلى آخره من النقاط اللي تكلمنا عنها. وتكلمنا عن معوقات الاتصال، تكلمنا عن الاتصال الفعال، تكلمنا عن كثير من الأمور الخاصة في هذا المجال، وعرفنا قديش أهمية هذا المجال أو هذا المفهوم اللي هو ألا وهو مفهوم الاتصال في حياتنا العامة وفي عملنا الإداري، خاصة في عملنا الإداري في التربية الرياضية. لما نتكلم الآن، إحنا خلينا نخصص الموضوع شوي. لما نتكلم عن الاتصال في المجال الرياضي، الاتصال في المجال الرياضي يعتبر وسيلة من وسائل نقل المعلومات ما بين الإدارة والجهات التنفيذية. وسيلة الاتصال هذه اللي إحنا بنستخدمها هي الطريقة أو هي السبيل للوصول بالمعلومات والتعليمات والتوجيهات من الإدارة العليا إلى الإدارة التنفيذية. وهذا الاتصال بيمثل أهمية كبيرة جدا في ارتفاع مستوى أداء الأفراد والمنظمات الرياضية. ليش؟ لأنه أنا لما بأرسل التعليمات وبأرسل التوجيهات وبأرسل التقارير والإحصاءات بشكل دوري وبشكل سليم وبطريقة مقبولة وبلغة وأسلوب واضح ومفهوم، فهذا بيرفع من مستوى أداء الأفراد، بيزيد من نجاح هذه المنظمة بشكل كبير. قد لا يختلف مفهوم الاتصال في مجال الرياضة عن مفهوم العام للاتصال إلا في بعض النقاط التي لها صفات الخصوصية، فالاتصال هو اتصال أيا كان مجال استخدامه. الاتصال في المجال الرياضي نفس ما يحتويه من عناصر ومكونات أي عملية اتصال إداري، فهي نفس العملية ونفس الطريقة التي احنا طبعا تكون في المجال الرياضي. مثلا ما يحدث بين مثلا الاتحادات او ما بين المنظمات كمجلس الاعلى للشباب والمنظمات المسؤوله عن الرياضه، كما يحدث ما بين الافراد، اتصال المدرب باللاعب، اتصال المدرس بالطالب، اتصال اللي هو الاتحادات مثلا اللجنه الاولمبيه، اتصال الانديه باللاعبين الى اخره. هذا كله عمليه اتصال ولها اهميه كبيره. الاتصال بين المدرب واللاعب، طبعا احنا جبنا مثال بسيط الا وهو الاتصال بين المدرب واللاعب. بالرغم من رسمية العلاقة ما بين المدرب واللاعب او الفريق، فغالبا ما تتخذ عملية الاتصال بينهم الشكل الودي، وهذا طبعا الشيء الصحيح. انا لازم يكون العلاقة ايا كانت، سواء بين مدرب او لاعب، او حتى ما بين المدرس والطالب، لازم تكون العلاقة علاقة ودية قائمة على المحبة وعلى اللي هو المودة بشكل كبير. المدرب يقود اللاعب أو الفريق ويعمل على ارتفاع بمستواه الفني، واللاعب من ناحية أخرى يقوم بتنفيذ التعليمات التي يمليها عليه المدرب، ويخضع لقيادته ويستجيب لرسائله داخل التدريب وأثناء المباريات. يعني يمكن الكلام اللي انا قلته، احنا بنضيف شغله انه زي ما في اتصال رسمي واتصال يعني يتبع قوانين ويتبع قنوات رسميه، لا، في هناك اتصال بشكل ودي، اتصال يعني بيدور على المحبه، بيعيش على الالفه ما بين القائمين عليه. يتخذ الاتصال بين المدرب واللاعب او الفريق شكلا تبادليا، الرسائل المتبادله ما بينهم تعمل على نقل الخبرات وتعليمات وأوامر للاعبين، واللاعبون في المقابل بيصير في عندهم ردة فعل اللي هي التغذية الراجعة، فينقلون الأحاسيس والمشاعر واللي هو تنفيذ التعليمات تجاه ما ينفذونه من مهام. بمعنى آخر، لو المدرب كان سيء السمعة أو علاقته باللاعبين علاقة مش جيدة، ممكن هذا يؤثر بشكل كبير وبشكل فعلي في اللي هو التغذية الراجعة وردة الفعل
من اللاعب إلى المدرب، فهناك طبعا تختلف الأحاسيس وتختلف المشاعر ويتم التنفيذ ليس بالشكل المطلوب. يتميز الاتصال بين المدرب واللاعب بأنه اتصال مباشر ويتصف بالمهنية المتخصصة، فقد يستخدم المدرب رموزا زي ما بنشوف في الملاعب كثير، رموز أو مصطلحات معينة أو إشارات ما بيفهمهاش غير اللاعبين، لا يفهمها غير اللاعبين. ليش؟ لأنه في هناك تكتيك معين ما بين المدرب وما بين اللاعب، إشارات محددة ما بيفهمها الجمهور، ما بيفهمها مثلا لجنة التحكيم، بيفهمها اللاعب فقط لا غير، لشغلة معينة هم متفقين عليها بصورة أو بأخرى. ويلاحظ أن هذا النوع من الاتصالات من السهل تشويشه فكثرة استخدام الرموز مع قلة خبرة اللاعب وسطحية العلاقة بينهم قد يعوق وصول الرسالة، إلا أن نمو العلاقة بين المدرب واللاعب يجعل هذه الرموز والإشارات مفردات لغة جيدة. يعني في دولة من الدول تستخدم بعيدا عن اللغة اللفظية اللي بينهم، في هناك لغة بيستخدموها لغة العصافير عن طريق الصافرة، بسمينها لغة العصافير. يعني أنا لما بدي شغلة من واحد بتكلم معاه بلغة العصافير، بلغة الصافرة، فهذا طبعا بيجعل اللي هو العلاقة الموجودة ما بين الشعب نفسه علاقة ودية، عشان هيك بيفهموا بعض بالصورة السليمة. وهذا كمان علاقة المدرب واللاعب يجب أن تكون علاقة ودية وتنشأ بينهما وتعتبر لغة خاصة للاتصال الأقوى بينهما. هيك احنا انتهينا من مجال الاتصال، هنتكلم الآن عن الإشراف في المجال الرياضي. عملية الإشراف عملية مهمة وأنتم هتستشعروها خلال الفصل الدراسي الثاني، لما يجيكم مشرف للمدرسة، مشرف تربية رياضية، ويبدأ عملية توجيه وإصدار التعليمات وتوعية وإعطائكم المعلومات، هتحس بقيمة هذا المشرف وقديش إنه هذا المشرف بيحرص على إنه يتنفذ درس التربية الرياضية بما يتناسب بشكل كبير مع خصوصية الرياضة. كل عمل منظم تؤديه جماعة من الناس يحتاج إلى شخص يقود هذه الجماعة، هذا كلام لا خلاف عليه. أي عمل منظم جماعة من الناس تعمل عليه لازم يكون في شخص يعمل على قيادة هذه الجماعة. عشان يتم تحقيق الأهداف بالصورة السليمة يجب عليه تهيئة المناخ والملائم والإمكانات المطلوبة من خلال علاقاته، من خلال إمكاناته، من خلال خبرته، من خلال درجته العلمية إلى آخره، حتى تتحقق هذه الأهداف بالدرجة الواجبة من الكفاءة والفعالية. يمكن تعريف الإشراف أنه إنجاز الأعمال بواسطة الآخرين ومن خلالهم. يتضمن هذا النشاط مجموعة من المجهودات والأنشطة الفرعية، مثل توجيه العاملين الذين يرأسهم المشرف، تدريبهم، تحفيزهم، تنسيق. اليوم احنا نتكلم، خلينا نتكلم عن الاشراف مثلا في التعليم. مشرف التربيه الرياضيه لما بيكون في مشكله مع معلم التربيه الرياضيه في المدرسه، مع مثلا مع ادارته، مع مديره، مع مش عارف مين، مشرف التربيه الرياضيه هو الملجأ لمعلم التربيه الرياضيه لحل هذه المشاكل. لما بده يحتاج ادوات او امكانات مدرس التربيه الرياضيه بيلجأ لمشرف التربيه الرياضيه. مثلا في لاعب مميز بتلاقيه المدرس بيلجأ لمشرف التربية الرياضية، مشرف التربية الرياضية هو يعني المسؤول عن هذا التخصص. عشان هيك معلم التربية الرياضية أو القائم في المدرسة المسؤول عن التربية الرياضية، أو حتى كمان في النوادي والملاعب المسؤولين عن التربية الرياضية، يعتبر المشرف رمز مهم جدا في قيادة النشاط الرياضي في هذه المنظمة. مبادئ الإشراف في المجال الرياضي. هناك عدة مبادئ للإشراف في المجال الرياضي التي تعتبر دليلا ومرشدا للمشرف في عمله مع المدربين والإداريين وأيضا مع اللاعبين. لذا يجب على المشرف تفهم هذه المبادئ في تطبيقها، إضافة إلى إلمامه بمعرفة المناهج والبرامج والخطط الرياضية وأثر العمل الرياضي في نجاحها، لأن الغاية الأساسية للإشراف تنصب على تحسين مظاهر التدريب وحصول اللاعبين على أفضل مظاهر النمو، كونهم العامل الرئيسي لجميع الفعاليات الرياضية. ونحن تكلمنا عن هذا الموضوع سابقا لما قلنا لكم أن الموارد البشرية هي تعتبر الأساس في أي عملية إدارية كانت. بدون الموارد البشرية وبدون العنصر البشري
كل شيء يفشل، حتى لو كانت هناك موارد مالية وموارد طبيعية، بدون الإنسان لا يعني ما بيصلش فيها الفرد أو بيصلش فيها الدولة إنه تستطيع إنها يعني تتقدم في حياة في مجال في أي مجال كان. نتكلم عن هذه المبادئ. رقم واحد، توضيح حدود الإشراف للمدربين والإداريين واللاعبين، الأمر الذي يؤثر على نجاح البرامج الرياضية. استغلال القدرات الخاصة عند المدربين والاستفادة من الإمكانات المتوفرة. دراسة وتحليل المشكلات أثناء العمل الميداني، وخاصة تلك المتعلقة بانخفاض مستوى اللاعبين وعدم صلاحيات الملاعب والساحات الرياضية. المشرف الرياضي الموجود في قلب النوادي أو في قلب المدارس هو المسؤول عن توفير اللي هو الإمكانات اللازمة، الحفاظ على اللاعبين، توفير النشاط الرياضي المناسب لهم، والاهتمام بأي مشاكل تخص سواء العنصر البشري أو العنصر المادي. الاهتمام بالظروف الاقتصادية، حتى شوف كمان الاقتصادية والاجتماعية، يعني كمان له علاقة في اجتماعيات اللاعبين. حتى مشرف التربية الرياضية في مثلا التربية والتعليم له علاقات مثلا اجتماعية مع المعلمين، ايش في مشاكل، ايش بيقدر يحلها، سواء كانت شخصية أو غير عامة أو خاصة، لازم إنه يكون على يعني على قريب جدا من اللاعبين وقريب من المدرسين اللي هو عملية التقدم بهذه المنظومة بالشكل السليم. رسم الخطط المستقبلية، تركيز الاهتمام في عمليات الإصلاح والتطوير للعمل الرياضي وعلى الشروط التي تحكم مستوياتها والعناصر التي تتكون منها وتسندها من أجل خدمة الرياضة وتحقيق المصلحة. متى يتواصل المشرف مع رئيسه؟ واحد، يخبره عن تقدم العمل. يعني أنا لما بدي أتواصل مع مشرفي بدي أنا أتكلم معه، أقول له وين وصلت أنا في مثلا في دوري كرة القدم، بدي أخبره عن العمل، وين وصلنا، إيش اللي عملناه، إيش في نقص. يبحث معه مشاكل ومطالب العاملين، يحضر اجتماع يدعو إليه لمناقشة مشكلة معينة، يعلمه عن إمكانيات أو يعلمه عن إمكانيات العاملين لدي وما يستطيعون أو لا يستطيعون عمله. يبحث المشاكل الشخصية التي تواجهه. طبعا عملية الإشراف التربوي عملية مهمة جدا، عملية الإشراف الرياضي عملية مهمة جدا. أي إشراف أيا كان في أي مؤسسة في أي منظومة في أي علم أيا كان فهو مهم جدا، فهو عملية رقابية ومتابعة وتوجيهية مهمة جدا في حياة العاملين وفي حياة المنظمة والمؤسسة الرياضية، عشان يصير في تقدم وإحراز لهذه المؤسسة بشكل ملفت للنظر. متى يتواصل المشرف مع مرؤوسيه؟ يطلب منهم القيام بعمل. يعني أنا لما بدي بشغلة معينة من الطالب الموجود في مدرسة مثلا معينة، بتواصل معاه إنه أنا بدي إياك تحضر لي درس للتربية الرياضية، أنا بدي أحضر لك اليوم مثلا أو بكرة. يخبرهم أو يعلمهم عن حدث أو إجراء، أنت اليوم مثلا ما تروحش على المدرسة، في مشاكل مثلا في محيطها. أو مثلا أنا اليوم بدي يجي معاي مثلا رئيس قسم التربية الرياضية، لازم أنت اليوم بتحضر حصة جميلة وحصة يعني متعوب عليها. أي إجراء أو حدث بده يتم لازم أتم إخبار فيها هذا المرؤوس. يستمع لمشاكلهم داخل وخارج العمل، إيش في مشاكل؟ ما فيش أدوات، فيش كور، فيش ملاعب، فيش تعاون من مثلا من المعلم، فيش تعاون مثلا مع الإداري الموجود، فيش تعاون مع مدير المدرسة، الطلاب ما بيسمعوش كلامي. كل هذه المشاكل سواء في الداخل او في الخارج لازم انه المرؤوس يطرحها على المشرف عشان يوجد لها حل مناسب لكلا الطرفين. يرشدهم ويدربهم، لازم يصير عملية ارشاد. كيف انا بدي نتائج؟ ما هو الانسان يخطئ والانسان بيتعلم. دائما المشرف بيكون اعلى درجة سواء علمية او خبرة في من المرؤوس. ليش؟ لانه عشان بيكون عنده خبرة، الخبرة هذه بتبني عليه عملية الإرشاد بالشكل السليم، ويكون في تدريب سليم لكيفية إعطاء مثلا وحدة تدريبية معينة أو حصة تربية رياضية. يبحث معهم المشاكل العامة للعمل، يبحث مخالفة للنظام أو يتخذ إجراءات بحق المخالف. من يتغيب عن درس التربية الرياضية، من يتغيب عن مثلا عن فريق مثلا اليوم عندي أنا تدريب لإلهم، واحد مثلا أساء التصرف على مع زمايله، سوء سلوك معين، ألفاظ خرجت منه غير سليمة، هذا كله طبعا بيبحث إنه المشرف كيف ممكن أنا يعني حارب من أجل
إنه أعدل هذا السلوك ويكون هذا السلوك جيد جيد و يعني مناسب للنظام المتبع. هذا خريطة بسيطة، عندك المشرف، هاي المشرف يا جماعة مع مين بيتعامل. المشرف بيتعامل أول شيء طبعا بيأخذ المعلومات من الرئيس اللي هو رئيس العمل، وبينزل مباشرة للمرؤوس، لكن هان في الدويرة هذه الموجود فيها المشرف، هان يتم معالجة جميع التعليمات والتوجيهات الواردة من الرئيس، بعد هيك يتم تفتيتها للمرؤوسين عشان يتم هو تفهيمهم وإعطائهم ما هو واجب. طبعا في المشرف في عنده زملاء في العمل، هاي زملاء العمل اللي هو بيشتغلوا معاه سواء كان مشرفين أو خلافه، وهنا أشخاص من البيئة، خلينا نقول المجتمع المحلي أو إلى آخره من الموجودين. إذا المشرف هو حلقة الوصل ما بين كل هذول. واجبات ومسؤوليات المشرف الرياضي: تخطيط وتنفيذ كل نشاط رياضي تقوم به المؤسسة أو الهيئة، تنظيم البطولات الداخلية والخارجية. هو يا جماعة مين اللي بينفذ، مين اللي بينشئ الخطة؟ المشرف التربية الرياضية. طب مين اللي بينظم البطولات؟ برضه مشرف التربية الرياضية. هو المسؤول، المشرف الرياضي هو المسؤول عن أي بطولات داخل أي مؤسسة أو هيئة رياضية، أي بطولات سواء كان في النوادي والملاعب أو سواء كان في المدارس. اختيار المنتخبات الرياضية المختلفة، هو اللي بيعمل عملية انتقاء. قدم، انا ايش بدي منتخب؟ بدي منتخب قدم، عندي السله، عندي الطاوله، طب مين الاقوى؟ طب انا على مين مثلا اهتم؟ مين المنتخب اللي انا ممكن احرز فيه؟ مين رقم اثنين؟ مين رقم ثلاثه؟ هو اللي بيحدد هذه الامور. التنسيق مع وزاره الشباب والرياضه لاقامه البطولات والدورات المختلفه، ايش انا بحاجه معينه؟ او حتى كمان التنسيق، حتى لو كنت انا في التربيه والتعليم بدي انسق مع وزاره الشباب والرياضه انه انا بحاجه الى دوره تحكيم مثلا كره قدم خماسي، او انا بحاجه لتحكيم كره يد. وزاره الشباب والرياضه بتشوف مين المناسب انه يعطي هيك دوره، حتى لو بدها تتواصل مع كليات او جامعات متخصصه وترسل هذا المحاضر الى المكان المناسب لاقامه هذه الدورات. تقديم مشاريع تطويريه للنشاط الرياضي. طبعا واجبات ومسؤوليات المشرف اكثر من ذلك بكثير، واحنا بنتكلم بشكل اكبر مش هنخلص في هذا الامر. العناية بالتغطية الإعلامية، طبعا هذا استكمال يا جماعة، يعني احنا وصلنا احنا للخمسة، هذه ستة بس خطأ في التنسيق. ستة، العناية بالتغطية الإعلامية للأنشطة الرياضية داخل المؤسسة وخارجها، الإشراف والمشاركة في الحفلات الرياضية وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير، تحديد مستلزمات الفرق الرياضية السنوية، الإشتراك في دورات التحكيم والتدريب التي تنظمها الاتحادات المختلفة. المعيقات التي تواجه المشرف: التكاليف الكثيرة اللي بيحتاجها الوسط الرياضي معيق كبير أمام المشرف الرياضي. مثلا إنه أنا بحاجة إلى أدوات رياضية، أنا بحاجة إلى حوافز للعاملين، أنا بحاجة إلى مكافآت لتشجيعهم، أنا بحاجة إلى ملاعب جيدة، أنا بحاجة إلى تصليح مثلا أو صيانة ملعب معين. هذه تكاليف مادية يعني تأتي على كاهل المشرف بشكل كبير، لأنه هو مسؤول عن النشاط الرياضي بشكل عام. قلة الكوادر التدريبية والإدارية والفنية، طبعا هذا برضو بيميل إلى قلة الإمكانيات أو كثرة التكاليف، لأنه الإمكانيات قليلة، الفلوس قليلة، فعشان كده أنا ما عندي حدا ممكن أدي له فلوس. عدم توفر الإمكانات والمستلزمات والملاعب والساحات الرياضية التي تحدد تنفيذ العمل الرياضي. قلة الموارد المالية والمحفزات الممنوحة للمدربين في الوسط الرياضي. عدم الاهتمام بالأنشطة الرياضية، وهذه مشكلة كبيرة احنا بنعانيها سواء في التدريب الرياضي في الملاعب او في اللي هو التعليم اللي هو المدارس التربية والتعليم، كله طبعا في مشاكل سواء كان المسؤولين او المجتمع المحلي، واللي هي بتيجي رقم ستة، ضعف الوعي الرياضي لدى ابناء المجتمع. عشان احنا للاسف حتى الطلبة الجدد الملتحقين بالتربية الرياضية بيفكروا ان التربية الرياضية عبارة عن بس كرة قدم ولعب كورة ولعب طائرة وتسلية، مش عارفين انه في من وراها مثلا علم معين، في اجتهاد، في تعب، في مثابرة الى اخره. حاجة الجهات الفنية الى وجود خطط واضحة لظروف الواقع، حاجة عملية تنفيذ الخطط والبرامج الرياضية الى البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة اللازمة للنجاح. هيك احنا بنكون انتهينا من محاضرة اليوم، حاولت قدر الامكان انه ما يكونش فيها معلومات كبيرة وكثيرة. هيك احنا ان شاء الله حنلتقي ما بعد ان شاء الله بعد هذه المحاضرة في المحاضرة الثامنة بعون الله. بتمنى السلامة لكم جميعا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.